ورح نبقى بأجواء اللاذقية وحصرا أجواء وأنشطة سوريا بتجمعنا، هي المؤسسة اللي عم تترافق اليوم مع مختلف الاحتياجات الإنسانية وعم توقف جنب كل حدا محتاج، وخصوصا هلأ موسم المدارس وأكيد في بعض العائلات بتكون بحاجة للمساعدة. رح نتعرف على نشاط هي المؤسسة مع الفوج 77 البحرية، بحيث تم إطلاق المخيم 13 منطقة عين التينة، وأكيد لحتى نتحدث عن هذا النشاط معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة عنود الحداد، وهي رئيس اللجنة الإدارية لفرع المؤسسة عبر المشهر في اللاذقية. صباح الخير أستاذة عنود. يسعد صباحكم ويعطيكم الف عافيه. يسعد صباحك استاذه عنود. تعودنا دائما عن مؤسسه سوريا بتجمعنا العديد من الانشطه والفعاليات اللي عم تكون موجوده اليوم ضمن هي المؤسسه، خلينا هيك نخبر المشاهدين اكثر عن المخيم 13 بمنطقه عين التينه مع الفوج 77 بحري، خبرينا اكثر عن هذا النشاط. نحن هي السنه الثانيه اللي بندعم فيه ومخيمات الكشاف الفوج البحري 77 بلادية، هو بيكون ختام نشاطات الأطفال للصيف للعطلة الصيفية، حريصين هم ليضموا كل فئات الأطفال من جميع الفئات، الأيتام، أولاد الشهداء، العائلات الأكثر حاجة اللي ما قدروا يرفقوا أولادهم، ما قدروا يقاموا بنشاطات صيفية، فبيكون ختام فصل الصيف وقبل فتوح المدارس بيكون في هذا المخيم اللي السنة الثانية على التوالي عم تكون بعين التينة. فبيكون في نشاطات فنية، ثقافية، توعوية، كل سنة بيكون في طابع للمخيم. هاي السنة كان طابعه عن الروبوتات والتقانة والحداثة. كان دورنا كمؤسسة شرح للأطفال من كافة الأعمال، العمل التطوعي للروح والمجتمع لتعزيزه عندهم من الصغر للفكر التطوعي. استاذه عنود، طبعا تعودنا على سوريا بتجمعنا هي دائما بحاله نشاط دائم، ان كان عبر المساعدات او اي حدا بده مساعده انسانيه، خلينا نحكي عن نشاطكم الاخير وشو تضمن من انشطه، وخصوصا هلا فتره بعوده المدارس. هلا مستمرين مؤسسه سوريا بتجمعنا بضمن مشروع شباب ضد الوطن لتقديم الخطافيه والحقائق المدرسيه. استاذه عنود بس نعزبك تنوسي صوت التي في مشان الصوت يطلع اوضح او اخف شوي، توطي الصوت شوي. تمام. تفضل. الشباب ضد الوطن لتقديم الخطافيه والحقائق المدرسيه ضمن محافظه دمشق والحقائق. تمام استاذ عنود، لساتك معنا على الخط؟ نعم. استاذه خبرينا اكثر اليوم كيف بتحطوا اليوم جدول الاولويات للانشطه والتوزيع بشكل عام ضمن المؤسسه، كيف عم تكون الاليه اليوم المتبعه ضمن هي المؤسسه؟ هلا احنا ضمن اهتمام مؤسستنا هي الاولويه لابناء الشهداء ووجبتها. اها. فبس مثل ما صارت الاوضاع الكثيره السوريه و خاصة بمحافظة اللاذقية والريال، فنحن متوجهين لكل شخص عنده أي ضرر بغض عن وضعه، فنحن على استعداد لتلبية كامل احتياجاته ضمن المستقبل والإمكانية المتاحة. توجهنا لفئة أكثر من الفئات المستهدفة بالعالم، شملت الأيتام، شملت المسنين والعائلات. اكيد بالختام استاذه عنود بدنا نتمنى التوفيق لمؤسسه سوريا بتجمعنا، وان شاء الله هيك دائما بتبقوا بحاله هذا النشاط والعمل الانساني واصحاب الايادي البيضاء. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك استاذه عنود.